احنا عشنا فترة كانت كلها منافسة، وكانت منافسة شريفة جدا. استمرينا مش اقل من 10 سنين في تنافس شديد احنا الاثنين، ولا ومع ذلك كنا اصدقاء وكنا بنتعاون، تعاملنا مع بعض في افلام كتيرة، وفي افلام كتيرة كنا بنتنافس فيها، لكن كانت منافسة شريفة وكانت صداقة عظيمة جدا، واستمرت الى ان اصبح الاستاذ محمود مدير المسرح القومي، فدعاني ان انا ادي مسرحية على المسرح القومي كانت اهلا يا بكوات. استمرت سنين طويلة على المسرح القومي، حصلنا فيه على جوائز كتيرة، وكنا سعداء بهذا التعاون، وهذه الصداقة كانت جميلة جدا واستمرت معانا. كونتوا وجدان الناس كمان في افلام اكتوبر، يعني مظبوط اصعب الحاجات والمواقف اللي اشتغل معاها في الافلام دي. لا احنا عشنا على خط بارليف، واشتغلنا على الخط اللي مش موجود دلوقتي، ده تاريخ يعني، وعشنا في الاسماعيلية واحنا بنصور، وكنا باستمرار مع بعض، ايام فيها حلو وفيها مر. الله يرحمه.